السلام عليكم، معكم تلميذ من قريشي أيمن، تلميذ ثانوية معجوج العمري باريكا، متحصل على شهادة البكالوريا معدل 1803 على مستوى دائرة باريكا. الحمد لله توصلنا لهذا المنتوج بعد تعب ومجهود عام كامل، وثاني من دعم طاقم إداري وتعليمي من أساتذة ومسيرين، وكذلك من دعم الأولياء، دعم الأب والأم خاصة، لهم كل الشكر على ذلك. والحمد لله وفقنا ربي وما خيبناش. مع هي التعب هذا العام كان تعب كبير يعني صراحة، لأنه معدل 18 مش سهل، لازم الواحد يتعب ويخدم على جاله. وبدينا نقرأ من سبتمبر، من أول عام ونحن نقرأ بمجهود مستمر، ما تقطعناش ولو فترة. ساعات نقطع فترات بصح مش كثيرة. القراءة كانت مستمرة ومجهود كان مستمر، وثاني كان كل محيط كان يدعم ويعاون فينا بنحقق ذا المنتوج. وبالنسبة للدروس خصوصية، كنت ندير دروس خصوصية في المواد الأساسية وبعض المواد الثانوية، ولكن ما كنتش مكثر على روحي ذيك الدرجة، لأنه الدراسة في البيت هي الأهم، المجهود الشخصي هو اللازم. نعم بالطبع كان الدعم النفسي هو الأهم، خاصة من المحيط كما ذكرنا هذوين. الوالدين خاصة هم أولا، هم كانوا طول واقفين عندي، طول واقفين معايا، وطول معايا في المشوار، طول كانوا يساعدوا فيا. وثاني من الأساتذة، الدعم اللي كانوا يمدوه من أصحاب. وثاني أيمن تخصصت بعد ان شاء الله. لحد الان داير عده تخصصات في بالي، مش محدد واحد اكزاكت نكمل فيه، والمكتوب اللي كتبه لنا ربي فيه خير. اعطيني مثال تخصصات. مثلا قادر الميدسين، قادر الايزي، قادر هي كيما كلمه الطلبه اللي نجحوا. مبروك، الف مبروك، افرحوا، راه مجهود عامكم بالمجهود 12 سنه، افرحوا، ما تفوتوهاش بالحزن وحسره، سواء كان معدل هابط والله ما نحكتوش واش حوسوا عليه. وبالنسبه لما نجحوش، حظا اوفر المره الجايه، وحاولوا تتعبوا اكثر.